فقرتنا التالية عن الألوان، حيث يرى أخصائيو علم النفس أن تفضيل لون على آخر يعتبر مفتاحا لصفات محددة في شخصية الإنسان ربما هو نفسه لا يعرفها. فالألوان الذي يفضله أو اللون اللي يفضله إنسان معين إنما يعكس شخصيته ويشير إلى ما إذا كان هذا الشخص أو ذاك مسالما بطبعه، وهل هو حاد المزاج أو شخص هادئ. المزيد تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة نور نعمة، أخصائية طاقة حيوية. صباح الخير يا دكتورة. دكتورة نور، سعد صباحك. حلوة الألوان اللي أنت لابساها، مريحة للأعصاب. طبعا أنا أول شيء لبست لكم الألوان اللي راح تريحكم. حلو. طيب إزاي فعلا الألوان ممكن تعكس شخصية الإنسان؟ يعني علماء الطاقة بيقولوا لا، أنه مش يعني اختيار الألوان ليس عبثا، بيكون في سبب. هلا طبعا نحن في مثل ما قلتي اسباب لاختيار اللون، فنحن بنلاقي احيانا بمرحله معينه من حياتنا بنختار الوان، بمرحله ثانيه صرنا نغير الالوان. صح. فهي بتدل على نفسيتنا. فنحن بكل مرحله نفسيه بتتغير، فنحن بتصير اختيارنا للالوان حسب النفسيه تبعيتنا. فدائما مثل اختيار اللون هو المفتاح لمعرفه شخصيه الاشخاص. ازاي بقى؟ يعني كل شخص، الاشخاص اللي بيجتمعوا على محبة لون معين هن بيجتمعوا بعدة صفات مشتركة. يعني اللي بحب مثلا اللون الأبيض هن أشخاص بسيطين، بيحبوا البساطة، أشخاص أنقياء، صادقين، أشخاص طيبين القلب، أشخاص بتميزوا بالنظافة. فبتحسي إنه هن هدول الأشخاص اللي بحبوا اللون الأبيض دايما بكون لهم صفات مشتركة. طب أنت اديتيني صفات إيجابية، نبغى الصفات السلبية إحنا كمان. الصفات السلبية للون الأبيض هن أشخاص مترددين وأشخاص عنيدين بقراراتهم. يعني إذا هن قرروا بشيء مستحيل تغيري قرارهم ومستحيل تغيري عقلهم، هن الصح 100%. ما في أي شيء يغير لون. يا طب نور، إلى أي مدى فعلا نقدر نقول يعني مثلا دارج الآن صار كثير علم الأبراج، ناس كثير تقرأ عنه ومؤمنة فيه، أول ما يشوف الشخص أحد ثاني يقول له إيش برجك، هل الآن ممكن يكون علم الألوان برضو أنه إيش اللون المفضل عندك، هل ممكن يكشف صح شخصيته؟ مثل لأنه قلت لك هو مثل مفتاح لكشف الشخصية. تماما مثل علم الأبراج. هن بيجتمعوا، كل برج بيجتمع بصفات مشتركة. نفس الشيء الألوان بيجتمعوا بصفات مشتركة. فبتلاقي فعلا كل حدا بيحب لون معين هن لهم تعكس شخصيته. شخصيته. طيب هو كان سؤالنا التفاعلي، ايه اللون اللي بيريحك وايه اليوم اللون اللي بيزعجك؟ فطبعا في اختلاف في الاذواق يعني، فكلمينا عن كل لون، يعني كلمنا عن الابيض، هلا بنتكلم ممكن كمان عن الاسود. الاسود اصحاب اللون الاسود هن يتميزون بالثقه، بالصرامة يعني كصفات. بيحبوا الموضة، بيحبوا الأناقة، بس بنفس الوقت هن أشخاص غامضين وأشخاص ممكن يميلوا للكآبة. أنه نحن مثل ما بنعرف اللون الأسود هو لون الحزن، لون الكآبة. هلا اللون الأصفر، الأشخاص اللي بتميزوا باللون الأصفر هن أشخاص كتومين. وممكن انت يكونوا احسن الاشخاص لحتى تحطي عندهم سر، لانه هن طبعهم كتومي بيحفظوا على السر. طيب جميل. ممكن اللون البينك كمان او الورد، اللون البنات يحبوا اللون البينك، بيميل له دائما النساء. هو لون الرومانسيه، لون البساطه، واللون بيحب المرح. وبنفس الوقت الاشخاص اللي بحبوا اللون البينك هن الاشخاص اللطيفين. يعني الشخص اللي بحب اللون الوردي هو شخص لطيف. الكلام مش عليكي. انا لابسه البينك اليوم وانا لطيفه جدا اليوم، بس مروه بتحب الاحمر. هلا اللون حللي شخصيتك. اللون الاحمر اول شيء بيحب الحياه. هو شخص صاخب، شخص بيحب الحركه، شخص بغضب بسرعة، شخص متناقض الشخصية. شكرا. متناقضة. فبتلاقي عنده الحب وبنفس الوقت عنده الغيرة. بتلاقي هو أحيانا بيكون حزين وأحيانا بيكون فرحان. مجنونة يعني. لا بس وهن على فكرة أشخاص قياديين، بس أحيانا بالقيادة ممكن يخطئوا بسبب أنه هن أشخاص قراراتهم سريعة. دفاعيين. الأخضر. طيب الأخضر هن أشخاص، أكثر الأشخاص اللي هن بيحبوا الطبيعة، وهن الأشخاص هن الأشخاص طبيعيين جدا. يعني هو أكثر لون هدول الأشخاص بتمتعوا بالطبيعية. يعني هن أشخاص تلقائيين. طيب في أشخاص يعني يقول لك ده لوني المفضل، في ناس بتحب الألوان بشكل عام ما عندهاش لون معين بتميل لي. هلا أكيد شوفي هن إذا بحبوا الألوان بشكل عام إلا يحبوا مجموعة من الألوان. فهن بيشتركوا
بالصفات اللي موجوده بهالمجموعه من الالوان، لانه اكيد ما راح يكونوا بحبوا الالوان كلها يعني دائما بيميل الشخص للون اكثر من لون. اكيد هلا انت بتلبسي كل الالوان بس أيوة. بالاخر عندك لون مفضل، هذا في درجات عندي تماماً. يعني عندك مثلا الاحمر مثل ما قلتي، هذا مثلا بيجي بالدرجه الاولى الأسود. بعدين البينك بعدين الاسود، التركيبه جت ازاي؟ فانت غامضه بنفس الوقت عفويه بنفس الوقت رومانسيه، لانه البينك كمان شخص رومانسي، بنفس الوقت لطيفه بنفس الوقت اندفاعيه كمان 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 طلعي لنا الاشياء المتخبيه. في من السؤال التفاعل كثير ردود جات البنفسجي والموف او البنفسجي. البنفسجي هو شخص مبتكر. الاشخاص اللي بحبوا اللون البنفسجي هن الاشخاص مبتكرين بس بنفس الوقت هن فوضويين. يعني هن يتميزوا بالفوضى. هم المبتكر غالبا يكون فوضوي. طيب في الوان موجبه وفي الوان سالبه، يعني هل عندنا الوان موجبه والوان سالبه؟ بس مو معناها الوان موجبه انه هي ايجابيه والوان سالبه انه معناتها هي سلبيه، لا. الوان ايجابيه اللي هي فيها حيويه، والوان السالبه اللي هي الوان الهادئه. هلا دائما نحن بحياتنا بحاجه لتوازن، فنحن بحاجه حتى لتوازن بالالوان. ان كان بلباسنا، ان كان بالاساس، ان كان باي شيء، نحن بحاجه لتوازن بالالوان. فالالوان الموجبه مع الالوان السالبه لحتى يعملوا لنا توازن بالحياه. هلا الالوان الايجابيه مثل الاحمر، البرتقالي، الاصفر، هدول من الالوان الايجابيه. الالوان الهادئه عندنا اللون الاسود، هدول يعتبروا من الالوان السلبيه بس هو لون هادئ. طب ممكن يكون واحد او اي شخص يكون بيحب لون معين ويبطل يحبه فجاه؟ طبعا، لانه قلت لك هو بيرتبط بشخصيتك وبيرتبط بالحاله النفسيه تبعيتك. فانت احيانا بتلاقي بزغرك بتكوني حابه الوان مختلفه تماما عن فتره المراهقه. يعني الصبح لما بفتح الدولاب واطول لون معين، ده على حسب نفسيتي؟ على حسب نفسيتك. صح، كثير نفسيتك تلعب دور لحتى هي تختار اللون اللي انت بيناسبك. لانه دائما الشخص بيميل لتعويض النقص او تعويض الشيء اللي هو حاسس فيه، فهو بيختار الشيء اللي بيكمله. يعني انت نفسيتك بهذا اليوم انت بتختاريها حسب بناء لتكملي نفسيتك او لتكملي النقص اللي عندك يا بهذا اليوم. بس هذا طبعا هذا الاحساس يجي باللاوعي، يعني الواحد مو طبعا باللاوعي نفسيا هو... هذا نفسيا فانت نفسيا بتختاري اللون اللي هو بيناسبك نفسيا لهذا اليوم. طيب جميل. بالنسبه لي يمكن لما نصحى الصبح انا جايه ما فيني نوم، بس ممكن تلاقي اول كيف نفسي ما حيكون في. بس احيانا كثير فعلا الواحد هلا احيانا انت بتكوني مثلا قبل ما تنامي مقرره انه انا بكره رح البس هذا اللون، صحيح، بس بتفيقي الصبح بتحسي انه هذا اللون مو المناسب الي اليوم ولا هذا الشيء اللي بدي اياه، تلاقي حالك انه انت ملتي للون ثاني او اخترتي لون ثاني هو بيكون مناسب لهذا اليوم. في ناس كثير في سؤال التفاعلي جاوبوا ان هم بيحبوا اللون الاصفر. أهمية هذا اللون، أنت قلتي إنه هو بيكون غامض، هو شخص غامض كتوم بس بنفس الوقت هو شخص واضح مثل وضوح الشمس. جميل، فالتعامل معه بيكون كثير مريح. يعني احنا يا ريت حاولنا نغطي اكبر قدر من الالوان معك نور، لانه الناس كثير تحب هذه المواضيع اللي تعكس يومياتهم. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لك، شكرا لكم، عافيه. صباحك بينك زي اللي ثانك يو. شكرا لكم.